مباراة يمكن انت بتقيس يعني الخصم تمام، او بتقارن الخصم اللي بتلعبه بالخصم الموجود في الوقت الحالي، وبتقيس اهدافك كمان يعني تمام، وادائك في المباريات بالتدريج. اداء النادي الاهلي الفترة اللي فاتت تحسن بشكل كبير جدا جدا في الناحية الهجومية، النادي الاهلي، ودي ميزة اصبحت موجودة كابتن اسلام الفترة اللي فاتت دي، انك انت بتقدر تصطنع او تصنع الفرص بالنسبة لك، ودي اصعب حاجة بيمر بيها اي مدير فني، انه يحاول انه يصنع الفرص التهديفية للفريق بتاعه، ودي الحمد لله موجودة في النادي الاهلي بشكل كويس قوي. الحاجة التانية ان انت في بعض الاوقات يعني، عشان برضو مش عايز اقول التسرع اللي بيحصل، او ان اللعيبة تبقى نفسها تكمل تعمل يعني افضل حاجة ما لديها، بتسيب بعض او التمركز بتاعه بيبقى في بعض الاوقات سيء شويه تمام، زي ما حصل النهارده وحصل برضه في بعض الاوقات التمركز الدفاعي، وحصل في المباراه اللي فاتت والمباراه اللي قبلها. انا عايز بس ناخد يعني حاجه ايجابيه من الحتتين دول. أيوة. ان انت النهارده لما بتصنع الفرص بشكل كبير جدا وفرص متكرره، لابد ان انت تترجم هذه الفرص، لان في بعض الاوقات اختلاف الخصم بيبقى مهم جدا يا كابتن اسلام، وبيبقى مؤثر جدا على 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 نتيجه المباراه. النهارده الخصم سمح لك ان انت تسجل هدفين واضعت 5-6 فرص، ممكن المباراه اللي جايه تبقى اصعب من كده بكتير مع مدير فني مركز في الحتت الدفاعيه كابتن حسام حسن، المباراه اللي جايه تبقى صعبه، فصناعه الفرص مطلوبه واحراز الاهداف وتسجيلها مطلوب بشكل كبير. الناحيه الثانيه يعني خلاص يعني رتم النادي الاهلي لازم برضو يبقى يعني عارف يعني مش كله سريع طول المباراه، مش كل رتم واحد طول الماتش، في بعض الاوقات محتاج تاخد نفسك يعني تهدى شويه، تاخد نفسك، تستحوذ بشكل كويس جدا عشان ما تديش فرصه للفرق اللي قدامك ان هي في بعض الاوقات تهاجمك، لان انت هتفقد جزء كبير جدا من لياقتك البدنيه طول ما انت بتشتغل بالريتم الواحد ده طول المباراه كده. فمحتاجين برضو ان احنا نهدي الريتم بتاعنا شويه، نستحوذ شويه على المباراه. اوقات كتيره جدا في مدربين بيطلبوا من يعني، وانت حضرت معانا يا اسلام في اوقات كتير جدا كان مستر جوزي يقول لك اشتغل استحواذ سلبي يعني، بس ما تجيبش، مش عايز تسجيل اهداف، لانك انت بتستحوذ بتهدى، بتخلي الخصم هو اللي يجري، هو اللي يتحرك، هو يستنفذ لياقته البدنيه. احنا محتاجين الحته دي في اوقات كتيره جدا. النادي الاهلي اعتقد ان هو بيمر بمراحل جيده جدا، في حاله فوقان عند اللعيبه مهمه جدا جدا انك تستغلها، وهي تستغلها زي ما قال كابتن فتحي من شويه، ان انت عندك اصبحت عندك مهارات عاليه جدا داخل الفرقه، مهارات تقدر تخلص كل المباراه، ممكن المباراه اللي جايه تبقى نهايتها او انت تخلصها او تكسبها بالمهارات الفرديه اللي موجوده عند اللعيبه دي. فاعتقد ان شاء الله النادي الاهلي بس قليل من التركيز عند اللعيبه في الملعب، الترابط اللي لازم يبقى موجود ما بين اللعيبه، لازم يبقى في قاده جوه الملعب، يعني مش لعيب واحد بس، يعني لازم يبقى في قاده كتيره جوه الملعب يا كابتن، لازم، دي مهمه جدا جدا، هم دول اللي بيعلوا الريتم ويبطئوا الريتم، لازم تبقى موجوده الحته دي. لو اتواجدت اعتقد كل المباريات اللي جايه هتبقى سهله.